مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الاثنين 27 حزيران يونيو؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الجوزاء الهوائي، والاجواء اليوم حلوه للابراج الهوائيه الجوزاء، كذلك مواليد برج الميزان الدلو، وايضا مواليد برج الاسد ومواليد برج الحمل. كيف بده يكون نهارنا اللي بعد ما شاف وما سمع فيديو برجه للاسبوع من 27 حزيران ل 3 تموز؟ تقدروا تلاقوه صار عندي على القناه وبتلاقوا الرابط تحت في الوصف. اليوم القمر اذا تاثيراته حلوه على الابراج اللي ذكرتها. بنبلش مع برج الحمل يلي نهاره مفروض اليوم يكون نهار جيد جدا، نهار حلو، نهار ايجابي، نهار الامور عنده تسير بشكل كثير حلو، بشكل فعال وبشكل انسيابي، يعني تنساب الامور بطريقه كثير حلوه وكثير ايجابيه. لكن طبعا بسبب وجود كوكب المريخ ببرجكم كونوا حذرين 14-15 نيسان ابريل. الاكثر حظا تاثيرات كوكب المشتري 28-29 اذار مارس. بنتقل لبرج الثور، مواليد برج الثور الجو جيد جدا، القمر موجود بالبيت الثاني عندكم، تتقدم الامور عندكم بشكل كثير ممتاز، بالابراج الاسبوعيه فيكم تعرفوا كيفيه المزيد من التفاصيل لتاثير برج القمر ببرج الجوزاء الاثنين والثلاثة. المهم اليوم نهار جيد، الامور حلوه، الامور فيها صفاء، الامور فيها تسارع في الاحداث الايجابيه. ولكن يلي لازم يضلوا منتبه 9 10 12 13 14 ايار مايو. بالنسبه لبرج الجوزاء ومع وجود القمر ببرجكم مواليد برج الجوزاء، الاجواء اليوم عندكم ولا اجمل من هيك ولا احلى من هيك ولا اقوى من هيك، الاجواء عندكم رائعه جدا، هنالك تقدم بخطوات كثير كبيره، كثير سريعه وكثير ممتازه. عندنا كمان مش بس القمر ببرجكم، عندنا فينوس كمان موجود ببرجكم، عندنا زحل عم بيدعمكم طبعا، و في عنا غياب لعوائق فلكية، لذلك اليوم هو من الأيام الحلوة جدا جدا، خاصة عند مواليد 26-27 أيار مايو. ننتقل لبرج السرطان، الأمور هادية عندكم مواليد برج السرطان، الأمور عندكم تسير بهدوء، واحتمال أنه يكون في عندكم بعض الأفكار السوداء أو الأفكار الغريبة عجيبة أو بعض الشكوك والظنون والتقلبات المزاجية. كونوا جدا حذرين اليوم، بعدوا عن المشاكل، انطروا بعد الظهر ليوصل القمر لبرجكم لتتغير الظروف. ننتقل لبرج الاسد، مواليد برج الاسد اليوم نهار كتير حلو، لانه هالقمر الموجود ببرج الجوزاء بيزعبر شوي عليكم، بيحسن الامور، بيركد الامور شوي وتنتعش شوي المعنويات. الاجواء اذا جيده لمواليد برج الاسد، استفيدوا من هالتاثيرات الحلوه، التغييرات الحلوه بانتظاركم، لذلك تقدموا بخطى كتير ثابته وكتير قويه. الاكثر حظا 30-31 تموز يوليو. بنكمل مع برج العذراء، مواليد برج العذراء حتى ولو كان القمر في مربع مع برجكم، بمربع مع برجكم، بتضل الامور حلوه، بتضل الامور جيده، وبتضل هنالك تطلعات عندكم ايجابيه وحلوه. الامور عند مواليد برج العذراء مهمه هذه الفتره، كل شيء والشمس موجوده ببرج السرطان، انتم نوعا ما بتكونوا مهمين، بتكونوا عم تشتغلوا للمستقبل القريب وشوي بعيد. هلا لانه القمر موجود برج الجوزاء يمكن تحسوا انه مضغوط عليكم، صح في شوية ضغوط لكن مش بالضرورة تكون سلبية. 11-12-21-22 سبتمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الميزان يلي نهاره كتير حلو، مواليد برج الميزان الأمور عندكم جيدة، الأمور عندكم سهلة بسبب طبعا تأثير القمر الموجود ببرج هوائي صديق لكم برج الجوزاء. الأجواء إيجابية، الأجواء عندكم غنية، بتغنيكم كتير، عوضا مش عوضا إضافة أنه الشمس موجودة ببرج السرطان. هذا أمر رائع جدا لأنه بيعطيكم هالة كتير مهمة، فكيف إذا كان القمر عم بيدعمكم؟ لذلك اليوم وكأنكم بالضوء وكأنكم منورين وكأنه الإيجابيات كتيرة عندكم ونجاحات عديدة. مواليد 1-18-19 أكتوبر في يكون الأكثر حظا. ننتقل لبرج العقرب، مواليد برج العقرب طبعا الجو ايجابي، الجو جيد جدا، الجو مساعد كثير لكم، هنالك انفتاح، هنالك تقدم، وهنالك تخطي لصعوبات ولخطوات او عوائق مرقتوا فيها في اليومين السابقين، وهنالك تطلع انتم تطلعوا الى شيء افضل وشيء اقوى ورح تقدروا توصلوا له. اجواء مهمه بترافق مواليد برج العقرب، وتذكروا انه انتم طلعتوا من هالغيمه، الشمس اصلا صارت موجوده برج السرطان، القمر بطل برج الثور صار موجود ببرج الجوزاء. الأكثر حظا فيها تكون مواليد أكتوبر.
بنكمل مع برج القوس. موالي برج القوس، حتى ولو كان القمر معاكسكم، حتى ولو كان القمر عم بيضغط عليكم، هنالك بعض الامور يلي انتم بتقدروا تفكفكوها، مثل بتلاقوا باب مسكر بس المفتاح موجود، كل شيء بيبقى عليكم انكم تفتحوا هالباب بالمفتاح الموجود، يا اما حدكم يا اما بمتناول ايدكم. اجواء جيده بترافق اليوم مواليد برج القوس اذا عرفوا تعاملوا مع الظروف بذكاء، بحنكه وبحكمه، اهم شيء الحكمه. تبقى المواليد الاكثر حظا 29 30 نوفمبر. كمل مع برج الجدي يلي اليوم مرتاح، مولود برج الجدي مرتاحين انتم موالي برج الجدي، الجو غني، الجو بيغنيكم، الجو بيعطيكم، الجو حتى بيكافئكم، الجو بيتقدم معكم، انتم عم تتقدموا، لكن بكون تعرفوا انه كل شيء عم تمشوا فيه بكون تعرفوا تشتغلوا بشكل انه ما ترجعوا لورا، لانه الشمس ما تكون موجوده برج السرطان احتمال انه الانسان يغرق بفنجان قهوه، فكونوا منتبهين، شغل ونهار طويل. منكمل مع برج الدلو، مواليد برج الدلو، الجو اليوم حلو كتير، ما في سبب لحتى مولودة برج الدلو تكون عم تتذمر، أجواء حلوة، أجواء غنية، الأجواء إيجابية، الأجواء بتحمل مواليد برج الدلو أكثر من لحظة حلوة، وكأنه في تمني عندكم، وكأنه هالتمني بيصير، أجواء جيدة، فقط عملوا شوية افور، مجهود، يمكن خطوة أولى خدوها، خطوتين ثلاثة باتجاه الآخر أو باتجاه الحل. ننتقل لبرج الحوت، مواليد برج الحوت، طبعا القمر موجود ببرج الجوزاء عم بربع برجكم، عم بيشكل مربع مع برجكم، لكن الجو ليس سلبيا، هنالك طاقات جيده حواليكم، طبعا هيدي الشمس الموجوده برج السرطان، لذلك هنالك اي قصه معقوله تصير انتم مدعوين بقوه لحتى تزبطوها، لحتى تشاركوا بحلها، ولحتى تبتعدوا عن المشاكل كليا، الجو منه جو مشاكل. بتنحل الامور بسهوله، بتنحل نتفة اراده وبيمشي الحل. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انتظاره سنه مرتبه، سنه حلوه، سنه تفاؤل، سنه تقدم، لكن ايضا سنه شغل على اموركم الخاصه، على مهاراتكم، على شهاداتكم، على مركزكم، على موقعكم، على المعطيات اللي عندكم اياها. منا سنه تقعدوا تكتفوا ايديكم وما تعملوا شيء، هيدي السنه لازم تزيدوا على علمكم، على معرفكم، على معرفتكم، على مهارتكم، مهاره وعلم ومعرفه. بدي اتمنى للجميع يوم جيد. نلتقي بكره مع الابراج اليوميه. الى اللقاء، باي باي.